السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. موضوع اليوم راح نتكلموا عن المقابله اللي جرات بين برينتفورد اللي فيها سعيد بن رحمه الدوري الجزائري وفريق ستوك سيتي، بعد الهديه اللي كانت بالامس لنادي ويست بروميتش البيون اللي خسر مقابله. كنا ننتظر انه على الاقل اقل حاجه تنتهي مقابله برينتفورد بالتعادل لكي يصعد رسميا، مع المقابله الاخيره اللي في الحسبان، ايضا المقابله الاخيره لنادي برينتفورد اللي راح اذا فاز فيها يصعد نهائيا، حتى ولو فاز ويست بروميتش البيون بفارق الاهداف جورا فيراج. لكن للاسف التعادل هذا راح نهائيا راح يكون في البلاي اوف، فريق سعيد بن رحمه برينتفورد راح يكون في البلاي اوف، رغم انه كره القدم على كل شيء فيها ممكن. يعني لو يخسر او يتعادل ويس بروميش البيون والمقابله الاخيره يفوز فيها سعيد بن رحمه راح يتاهل، لكن صعبه لان ويس بروميش البيون راح يلعب مقابله في ارضيه ميدانه. وايضا مقابلة تاع اليوم مستوى ضعيف، فريق صراحة برينتفورد يعني حقيقة احنا نشجع هذا الفريق على جال بن رحمة واي لاعب جزائري، هذا الشيء مفروغ منه، لكن فريق ضعيف، فريق ضعيف، فريق ضعيف، ما كانش 4-5 تمريرات صحيحة، فريق ضعيف، الأنانية بعض الشيء، دفاع ضعيف، البلاي اوف مشي سهلة، البلاي اوف فيها مقابلات ذهاب وإياب، مقابلة كأس بين الثالث والسادس، من الثالث والرابع والخامس والسادس، لكن المرتبة الثالثة عنده الأولوية ولا أحقية أنه يستقبل في بلاده لسوفي في ميدان تاعو. الثالث يلعب مع السادس والرابع يلعب مع الخامس، مقابلة ذهاب ومقابلة عودة، مقابلة ذهاب والعودة تكون مثلا في إذا عاد برينتفورد تكون العودة في ميدان تاعها. لكن الخسارة تاع اليوم أثرت كثيرا على فريق بن رحمة، بقات له مقابلة لو حتى يفوز فيها ينتظر تعثر ويست بروميتش البيون في أرضية ميدانه، أمور صعبة لأن فريق حقيقة تندع بن رحمة، يعني مش هذه عاطفة نقولوا بن رحمة هو أحسن لاعب ولا، لكن فريق ضعيف. الشيء الآخر نقطة إيجابية راح نتكلم عليها، انه حتى ولو يوصلوا للبلاي اوف ويتقصى فريق برينتفورد وما يتاهلش للبريمير ليج، بالرحمه راح يلعب في البريمير ليج، هذه معلومه رسميه. الفريق الله اعلم قادر يكون ارسنال، تشيلسي درجه قليله، قادر يكون توتنهام، قادر يكون ليدز يونايتد، قادر يكون استون ويست هام يونايتد. اذا بالرحمه رسميا راح يكون في الموسم القادم في البريمير ليج، سواء صعد النادي تاعو او ابقى في الشامبيونشيب، هذه معلومه اكثر من 95%. اذا ما نتكلمش على تقييم اللاعب، ما نتكلمش لان مقابله شتها مقابله ضعيفه، ضعيفه فريق يعني صراحه مردود ضعيف، بدون ما نغطوا شمس الغربال يعني فريق ضعيف بالطريقه هذه ما يتاهلش للبريمير ليج، حتى مرتبة الثالثة بالطريقة هذه راح تروح له البلاي اوف راح يتقصى، هذا مرتبة الثالثة عنده الأولوية في البلاي اوف بصح يتقصى بالطريقة هذه. فريق مع ستوك سيتي ما كان والو، ضعيف، من هجمة ولا زوج سجلوا لك هدف ما قدروش يصنعوا، ما قدروش يبنوا اللعب فريق برينتفورد. إذا المقابلة الجاية فلا ربما تخسر ويست بروميتش البيون ويفوز فريق بن رحمة برينتفورد باش يتأهل، إذا ما صراش ولا حتى التعادل، حتى التعادل خاوتي يأهل فريق أب برينتفورد بشرط أنه يفوز ويربح المقابلة الأخرى نتاعو. إذا ما ربحش ويست بروميتش ألبيون فازت، إذا راح يروحوا للبلاي أوف، البلاي أوف يكون كلام آخر. نتمنى التوفيق لسعيد بن رحمة، نتمناو له مزيد من التألق سواء في برينتفورد سواء في أي نادي يلعب في البريمير ليج، لأنه لاعب مع فريق كبير يقدر يزيد إضافات كبيرة ويقدر يزيد يطور المستوى نتاعو. في الأخير ختم ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.